السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في هذا البارت الثالث من شابتر 4 رايحين ندرس ان شاء الله هون مثالين. ايوه هنا مش تصميم فعليا للبيم، اني امشي بالخطوات السابقة واطلع بالبداية دايمنشن افترضهن، بعدين اطلع اريا ستيل، بروح اطلع ام التيمت، بعدين بطلع الرو، بعدين بشيك. لا، هنا فعليا يعني السؤالين هذولا رايح تكون رو جيفن، رو جيفن رايح تكون معي، يعني معطاة بالسؤال. تمام، يعني في السؤالين هذول الرو معي وبقول لي طلع الابعاد، تعطيني ابعاد البيم، اعطيني ابعاد البيم. وعشان طبعا بدك تعطي ابعاد البيم يعني وراح يكون في عندك شويه افتراضات، فبالتالي بدك تروح تشيك وتشوف اذا فاي ام نومينال اكبر من ام التيميت ولا لا. طيب، فاذا بقول لك بالسؤال هذا معطيك، مبلش معك بسؤال اكزامبل 4-3. ابيم از تو بي سيلكتد، اذا هو اختار بيم. هذا البيم عباره الرو له كم بوينت اوف 12. بالنسبه لام ام التيميت معطيك اياها جاهزه، في مش معطيك لا ديد لود ولا لايف لود، فبالتالي ام التيميت جاهزه. اف واي 60000 واف سي برايم 4000 بي اس اي. تمام، الان كيف بدي اجي اطلع ابعاد البيم؟ يعني هون السؤال، هون هل اجي اطلع ابعاد البيم ولا اروح افترضهم زي ما كنت افترض سابقا؟ لا، بقول لك هون غلط. ليش؟ لانه انت معطيك رو، هون ما دام معطيك رو بدك تطلع ابعاد البيم بطريقه ثانيه. كيف بدي اطلع ابعاد البيم؟ قال لك الطريقه هون ابسط بكثير من سابقا، يعني سابقا كنا نصمم بيم كامل، ولكن هون معطيك نسبه حديد التسليح فمريحك هون. تمام، طيب، فبالتالي هو رو مش معطيك اياها، فبتيجي انت بتروح بتقول والله رو شو بتساوي؟ قانون الرو كان بيساوي 85% اف سي برايم على اف الواي في 1 ناقص جذر ال1 ناقص 2 ار ان على 85% اف سي برايم، صح؟ طيب هسه من الرو هاي انا بعرف الرو وبعرف اف سي برايم، بعرف اف واي وبعرف الاف سي برايم هاي. طيب الار ان، شوف الار ان، الار ان شو فيها؟ ام التيميت على فاي والبي بدي تربيع. طيب الام التيميت كمان معي والفاي بقدر افترضها انها 0.9، صح هيك دائما. طيب ظل مين؟ البي دي تربيع فعليا مش معي، فبقدر من قانون الرو فعليا يوم ما اجي اعوض ار ان هون، ايوه مين عندي المجاهيل؟ بي دي تربيع، فبقدر اطلع بي دي تربيع البي والدي، يعني الويدث عرض البيم والدي ديبث إلو، بقدر اطلعهم من هذا القانون، من قانون الرو، ما دام رو معي. طيب فقال لك انت يعني بدل ما تروح والله تعوض هسه ار انه تشتق القانون كلياته هيك، ايوه فيش داعي، هم مشتقين له ومجهزينه وهي هون معطينا اياه. تمام، فبالتالي احنا ناخذ هاي الصيغه، يعني اذا بتقدر تحفظ هاي الصيغه احفظها، او اصلا هو معطيك اياها الدكتور. طيب فام التيميت على فاي بي دي تربيع بتساوي ايش؟ معطينا اياها رو اف واي، ماشي، 1 ناقص 1 على 1.7 في رو اف واي على اف سي برايم، رو اف واي على اف سي برايم. تمام، اذا هذا هو القانون. لاحظ الجهه اللي على اليمين، الجهه اللي على اليمين رو اف واي، رو واف واي واف سي برايم هذول كلهم معلومات، ام التيميت وفاي معلومات. تمام، فبالتالي مين المجاهيل؟ بس فاي بي دي بالبي ودي تربيع. تمام، طيب فبالتالي انا شو بدي اروح اعمل؟ بدي اروح اعوض ام التيميت، ام التيميت 600، بس ما بتتعوض 600، لازم اضربها ب 12000. تمام، قلنا لازم تحولها. تمام، فاذا هي 600 كيلو باوند فيت، بحولها بضربها ب 12000 تصير بالباوند انش. طيب ال 5.9 البي دي تربيع بخليها زي ما هي، بتساوي الرو بوينت او 12، الاف واي 60000 معطينا اياه، 1 ناقص 1 على 1.7، الرو كمان هون بدي اعوض اللي هن 0.012، وايضا اف واي 60000 كلياته على اف سي برايم اللي هي كم؟ 4000. 4000 معطينا اياها، عوضتهم. الان بعد ما عوضتهم هذا الرقم شايفه، يعني بتجيبه لهون والبي دي تربيع بتجيبها لهون مشان تطلع البي دي تربيع، فبتيجي انت بتروح بتحط على الاله حاسبه كل هالارقام، بتطلع معك البي دي تربيع كم بتساوي؟ طلعت كلياتها بتساوي، قال لك هاي القيمه، هي 12,12427، طلعت 12,427، طبعا بالانش تكعيبه بتطلع. تمام، هاي البي في الدي تربيع، يعني انا الارقام هذول اللي فوق اللي هن هذا الرقم يوم جبته حطيته تحت وطلعت البي دي تربيع فوق وقلت 612000 على 0.9 بهذا الرقم اللي هون، طلع معي 12427، يعني هون حسابات هاي انت والآلة الحاسبة اشتغلوا سوا وطلعوهن. تمام، فالبي دي تربيع طلعت 12427 انش تكليف. الان انا لاحظ عندي مجهولين، البي والدي، ما بقدر يعني اجي اقول والله، يعني لو عندي دي بقدر اجيب بي، او لو عندي بي بقدر اجيب دي، صح؟ ولكن انا عندي مجهولين. طب احنا إذا بتتذكر كنا إيش نفترض؟ إحنا كنا نفترض H
ونطلع من الاتش ايش بي. يعني انا بقدر مين افترض؟ يعني فعليا انا عندي هنا بي ودي تربيع صح. طيب انا مين بقدر افترضه؟ بقدر افترض دي ولا بي؟ بي. اذا انا اللي كنت افترضه بي، ما كنت افترض دي، قلنا دي ما بفترضها، دي بتطلع معي رقم تمام. ايوه، فبالتالي هنا ايوه راح اجي افترض بي، يعني راح اجي اقول هنا في عندي خانتين، في عندي بي ودي تمام. بدي افترض البي واطلع منها دي، اروح اعوضها بالقانون هذا البي واطلع منها دي. يعني البي طبعا شوف افترضوها غالبا اعداد زوجيه، فاجى قال لك بدي افترض مره 14 مره 16 مرة مثلا 18، تقدر تفترض 12، تقدر تفترض مثلا 20، زي ما بدك، احنا ما نفترض زي الكتاب. طيب فقال لك اذا افترضت البي 14 تمام، هو الكتاب مفترض 14 16 18، لا 12 14 16 الكتاب مفترض، فخلينا ناخذ 12 14 16 تمام، عشان يعني نسهل حالنا بالحسابات. 12 14 16 الكتاب مفترض. طيب فاذا فرضت البي 12 كم الدي بتطلع؟ كيف بدي اطلعها؟ بعوض، مش المعادله عندي انا بي عرفته، فكم دي؟ فباجي بقول 12 في الدي تربيع شو بتساوي؟ 12427 بقسم على 12 بقسم على 12 وباخذ الجذر تمام، باخذ الجذر هون والجذر هون، فبالتالي هون بتطلع معي قيمه الدي. كم طلعت معهم؟ والله قيمه الدي طلعت معهم فوق 32 و18. هي اذا اول قيمه للدي طلعت كم؟ 32 و18. هاي وين؟ عند 12 32 و18. يعني اخذ لك منزلتين بعد الفاصله دي، منزلتين ثلاث منازل يعني زي ما بدك. طيب ف 32 و18 طلعت اول قيمه. طب نيجي للقيمه الثانيه، القيمه الثانيه شو بدي اعوض؟ 14. باجي بقول 14 دي تربيع بيساوي 12427، من هون كمان بطلع دي بقسم على 14 طبعا، وهي ال 14 تروح وباخذ جذر، لا تنسى تاخذ الجذر تمام، لان اذا ما اخذت الجذر بتطلع معك دي يعني قيمه كبيره كثير كثير، وهي قيمه غير منطقيه بتكون. فدي في حاله ال 14 انش كم طلعت معهم؟ طلعت 29.79. واظن هسه انت فهمت كيف بعوض ال 16 كمان كم طلعت معهم، يعني ما راح اعوض 16، ال 16 27.87. هيك احنا طلعنا الدي. طبعا ليش انا اخذت اكثر من خيار؟ اخذت اكثر من خيار يعني عشان اختار الخيار الافضل بيناتهم. قال لك اذا بتتذكر البيم هنا طبعا اللي عندي البيم هنا فعليا هو من 20 ل 25 في الطول، هو مش معطيني طوله الفعلي، ولكن انا البيمات معظمهم اللي بشتغل عليهم بالار سي 1 من 20 ل 25 فيت بكون، او معظم البيمات حتى بالبيوت او بالدور عندنا او بالمنشآت من 20 ل 25 فيت. إذا بتذكر شو حكينا؟ إنه نسبة الدي على البي كم لازم تساوي؟ من 1.5 لـ 2 تمام؟ هي محصورة لازم تكون من 1.5 لـ 2. طيب بناء على هاي النسبة أنا راح أجي أختار واحدة من هذول، يعني إياها أحسن واحدة، فبدي أختار واحدة من هذول تمام؟ باجي شو بروح بعمل؟ بس بقسم دي، بقسم الدي على البي. أيوة، بقسم 32 و18 على 12. لو جيت قسمت 32 و18 على الآلة الحاسبة تمام؟ خلينا نيجي نقسمها هون مثلا 32 و18 على 12، كم بتساوي؟ 32 و18 على 12 بتطلع معي 2.68. لاحظ هاي خارج الفترة، فبالتالي هاي ما راح أخذها، اللي هي أول قيمة ما راح أخذها هاي تمام. فإذا هاي مناش نأخذها أول قيمة. طيب نيجي للثاني 14 ما مش 14، الدي على البي عفوا، دير بالك تخربط هون تمام. هاي قديش كانت؟ هاي هنا كانت 12. طيب فالدي على البي يعني 29.79 على 14 تمام، فهاي بتطلع 29.79 على 14. كم القيمة كمان طلعت؟ 2.13 أو 1.2 1.27 بالضبط، فهاي كمان خارج الفترة فما راح أخذها تمام. طيب إجاب. طب لو نيجي لهاي نقسم هاي 27.87 على 16، هاي طلعت خارج الفترة. طب 27.87 على 16 كم بتساوي؟ 27.87 على 16 بتساوي 1.74. يا سلام، هاي طلعت ايش؟ النسبة تاعي تم ضمن الفترة ضمن 1.5 لـ 2 تمام؟ فبالتالي هاي بدي اخذها فعليا. بس الكتاب شو ماخذ؟ الكتاب ايش حاكي لك؟ حاكي لك بدي ياخذ 14 مع 29.79. بس شوف هنا شو حاكي لك، يعني هاي الملاحظه اللي كانت مش منطقيه، انه قال لك this one seems، يعني هاي والله
تبدو بقول لك انها مرتبه بالنسبه للكاتب، يعني الكاتب والله اخذها انه شافها والله مليحه اجى اخذها فعليا. والمفروض انه مش انت يلا والله على رايك بتشوف إشي مليح بدك تاخذه، يعني إشي بيعجبك انت بتاخذه، لا هو فعليا المفروض انك انت تتبع هاي الطريقه تمام. ايوه وتتبع على 16 ضرب 27.87، هاي بتعطيني الحل الامثل. هسه 14 هاي لو اجيت اخذت هاي، هاي كمان راح تعطيك يعني اتوقع اعطته، يعني لو رجعنا للسؤال اخر شيء راح تعطيك فاي ام نومينال اكبر من الام التيميت. فعلا هي راح تعطي، يعني لو نرجع للمثال اخر شيء راح نرجع نشوف حلهم على 14، راح نشوف حلهم على هاي راح تعطيهم حل صح، يعني فاي ام نومينال اكبر من ام التيميت راح تعطيهم ديزاين صح. ولكن يعني هي ليش اعطتهم ديزاين صح؟ لانه فعليا هاي القيمه طلع شوف يعني 2.1، فهي تقريبا يعني قريبه للرينج هذا تمام، فهي قريبه للرينج هذا. ولكن افضل قيمه البيست، يعني البيست احسن خيار عندي ايوه او البيست تشويس عندي هو 16 مع 27.87. ليش؟ لانها طلعت من ضمن الرينج تمام. طيب فبكل بساطه خلينا احنا نطبق على 16 في 27.87. فاذا انا 16 البي 16 والدي كم 27.87 تمام، واضح هيك؟ هاي البي والدي، طلعنا البي والدي. طبعا من الدي بقدر اطلع الاتش، شلون؟ لازم يكون معطيني الكفر. نشوف هون الكفر قديش هو فارضه، اتوقع 2.5 فارضه او 3، يعني 3 هون معناته البيم يعني هذا موجود تحت الارض يمكن تمام، فبالتالي هاي 3 انش هو الكفر، هو الكفر لازم يعطيك اياه تمام. طيب مش انت لازم تحطه لحالك، فالكفر 3 انش، فبالتالي انت معناته الاتش عندك شو بتساوي؟ الاتش بتساوي دي زائد الكفر، ما هي رسمته للبيم هيك كانت. في عندي هون حديد تسليح، طبعا نسبة حديد تسليح معروفة ماشي، اللي هي رو اللي هي 0.12، ما في داعي احسبها تمام، انا بس بدي اعرف الابعاد. فهاي الاتش كانت كاملة، وهاي عندي الكفر اللي هي 3، وعندي هاي الدي اللي هي 27.87 تمام، وعندي هاي اللي هي 16 ماشي. طيب فالاتش قال لك انها دي زائد الكفر، دي اللي هي 27.87 زائد 3 يعني 30.87. هسه احنا شو اتفقنا؟ انه الاتش ما باخذها زي هيك صح؟ يعني ما باجي بفترض هيك، ما بصير، يعني ما بصير اخذها 30.87، بدي اروح والله اقول للي بده يعمل البيم اعمل لي اياها 30.87 صممه، يعني ما بزبط، يعني بدي قيمه سهله، فبالتالي ايش؟ بقربها للاعلى، 8 بتعطي 30 فبالتالي بتصير 31، فاتش بقول انها يلا 31 انش. روح صمم على 31 انش. اذا الاتش 31 انش مين بدها تتغير؟ دي صح؟ لانه الدي شو بدها تطلع من هون؟ الدي بدها تساوي الاتش ناقص 3، فبالتالي 31 ناقص 3 كم؟ 28 راح تكون. ماشي؟ واضح؟ طيب وبصير اذا بدك تقرب الدي من هون، يعني الدي هاي نفس اللي طلعت معك قربها من هون اذا بدك، يعني خلى 27.8 حطها 28 من هون وريح حالك زي ما بدك تمام. اذا انا هون بالنهايه هاي الابعاد مفترضه، افتراض من لوش افتراض، لانه انا البي اصلا افترضته، هاي الابعاد استندت على البي، البي مفترضه معناته كل هاي الابعاد افتراضيه بدها تكون. فاذا انا ابعاد البيم الفعليه اللي انا بدي اطبق عليه إيه كيف صارت؟ صار عندي البيم بهذا الشكل، قلنا الاتش كلها 31 اللي بدي افترضها انا، وهاي البي 16، وعندي الكفر 3 انش هاي قيمه ثابته، هون طبعا حديد تسليح، وعندي هون اللي هي قديش تتكون 31 ناقص 3 يعني 28 انش هاي الدي. طيب انا بعرف قيمه الرو انها بتساوي 0.12. طيب انا شو قلت؟ قلت اذا بتتذكر انه اريا ستيل انا عشان اجيبها بدي اجيبها من الرو، شو بدي اقول؟ قانون اريا ستيل رو بي دي تمام، بس هيك. انا عندي رو وعندي ام التيميت، يعني اريا ستيل احنا شو كنا نجيبها؟ نقول ام التيميت وبدي رو، ومن رو بعدين اروح اجيب اريا ستيل انها بتساوي رو بي دي. فانا بس خلص لو عندي رو وعندي بي ودي خلص انا مباشره بجيب اريا ستيل، فيش داعي احسب شيء ثاني تمام، لانه رو معي والام التيميت اصلا معي معطى من زمان. طيب فاريا ستيل هون شو بتساوي؟ طبعا هون فائده ام التيميت هي بس بدي اقارنها مع فاي نومينال بس، يعني ما في عليها حسابات فعليا. وفي فائدتها وين؟ فوق عفوا، يعني هي حسابات عليها وين؟ بالبي دي هون بالقانون هذا الطويل، هذا القانون هاي هون موجوده. فاي ام التيميت فعليا بتفيدني بقانون، وبتفيدني اني اخر شيء بدي اقارن فاي ام نومينال مع ام التيميت تمام. طيب في اريا ستيل ايش بتساوي؟ الرو 0.12 اضربها في البي في الدي، البي كم؟ 16 انا ماخذه، طبعا هم ماخذينه 14 انا ماخذه 16 و28 الدي، كم بتطلع معك هون؟ طبعا حلنا مختلف عن الكتاب تمام، لاجل هيك انا قاعد بحسب. طيب
بتساوي 5.376. هاي اريا ستيل بالانش تربيع. لازم ايش؟ انا حسب التصميم ما بزبط اقول له والله اريا ستيل 5.76، لا هو لازم ايش اقول له؟ عدد بارات ونمبر البار، هيك بس بفهم عندي الشغيل اللي عندي. اقول له عدد البارات هالقد ونمبر اوف بار هالقد، تمام؟ طيب فبالتالي اروح على الجدول عشان ايش اطلع اريا ستيل. فخلينا اروح على الجدول، بدنا نرجع هسه لفوق عن الجدول، يعني تحملونا شوي الجدول بدنا نرجع عليه، تمام؟ فهيو الجدول واضح، طلعت معنا هي القيمة 5.376. خلينا نمسح هذولا بس. 5.376 شو بدي اختار لها؟ اذا اريا ستيل اللي معي هي 5.376، تمام؟ شو بدي اختار لها؟ في عندك مثلا لو اجينا على نمبر 9 بتقدر تختار 6، بس 6 يعني بعيد عن هاي القيمة كثير، فما بدي اختار 6، يعني هاي خلص استثنينا. في عندك على نمبر 8 لو اجيت ممكن تختار 5.5، تمام؟ وفي عندك على نمبر 10 مثلا ممكن تختار هاي اللي هي 6.33، بزبطش تختار 5.6 لانها اقل. في عندك على نمبر 11 ممكن تروح على نمبر 11 والله وتلاقي مثلا 6.25 مثلا. مين احسن قيمة؟ احسن قيمة 55، تمام؟ هاي احسن واحدة فيهم لانها اقرب واحد عليها. طيب فبالتالي كم بار بدي احط؟ 7 بارات في ايش؟ عدد البارات 7 لا نمبر 8، فاذا 7 نمبر 8 راح اختار. 7 نمبر 8 كم بعطوني اريا ستيل؟ بعطوني اريا ستيل مقدارها هاي اللي انا اخترته بتساوي 5.5. وزي ما حكينا لكم سابقا الدكتور راح يعطيك شو النمبر البار نمبر، هذا البار نمبر راح يعطيك اياه بسؤال، يقول لك والله نمبر 8 او كذا، فانت بتروح على صف نمبر 8 وتختار منه بس، تمام؟ فاريا ستيل مثلا 55 انا بدي اختارها، ماشي؟ اريا ستيل 55 7 نمبر 8، فنروح تحت نحط له 7 نمبر 8 واريا ستيل 55، تمام؟ اذا 7 نمبر 8 و55 هذول القيم اللي اخترناهن. خلينا بس نوصل للسؤال، هيو السؤال وصلنا له. طيب فاذا انا هون عندي اريا ستيل كم اللي اخترته؟ انا قلت 7 نمبر 8 وقلت انها اريا ستيل بتساوي 5.50 انش تربيع، تمام؟ فهذا اللي بدي اصمم عليه فعليا. فانا طلعت له اريا ستيل اللي بدي اصمم له عليها، تمام؟ طلعت له كمان مين؟ طلعت له عدد البارات ونمبر اوف بار، طلعت له الابعاد، هاي الابعاد عندي، فانا طلعت له التصميم. هسه لازم اشيك، صح؟ ليش؟ لانه انا افترضت بالاساس اصلا، فبالتالي لازم اشيك. طيب، فعشان اعمل تشيك عندي، ايوه بكل بساطة بدي اعمل تشيك. طيب، التشيك شو كان؟ اروح اشيك على الفاي بالبداية، صح؟ انها الفاي بتساوي 0.9، فبدي اروح مين اطلع؟ الرو، الرو الجديدة شو بتساوي؟ هاي رو جديدة بتساوي اريا ستيل هاي الجديدة على البي في الدي. طيب، اريا ستيل الجديدة 55 على البي في الدي، البي 16 والدي كم؟ كانت 28 على ما اعتقد، 28، تمام؟ طيب ف 55 على 16 في 28 تطلع معي الجواب 0.022، 0.012 عفوا، 12.2 او 12.3 تقريبا، تمام؟ طيب فهاي الرو قيمتها. طيب فعليا الرو شايف هاي طلعت قريبه من ال 0.012 اللي اعطاني اياها، ليش؟ لانه اريا ستيل اللي انا طلعتها مش بعيده عن اريا ستيل اللي انا يعني طلعتها هون، تمام؟ لو اخترت مثلا 6.25 لا راح تفرق الرو عندي، راح الرو تزيد اكثر، يعني راح تفرق اكثر عن البوينت او 12. فبالتالي انت حاول دائما اختار القيمه اللي بتكون يعني قيمه اريا ستيل اللي بدك تختارها من الجدول تكون قريبه من الاريا ستيل الثيوريتيكال اللي انت طلعتها رياضيا اللي هي هاي، تمام؟ طيب فانت هاي الرو، الرو ماكسيمم عندك لو رجعت للجدول كون الحديد عندك اليل تاعه 60000 ف 0.0181، الرو مينيمم راح تكون كم؟ ايوه 0.033. هذول لاحظ هاي القيمه وهاي القيمه هاي جايه بيناتهم، تمام؟ هي اقل من 18، لاحظ هاي 18 بالالف وهي 12، فبالتالي هي اقل من 18 بالالف، فعليا الرو جايه بيناتهم، جايه بين رو ماكسيمم ورو مينيمم. اذا معناته شو معنى افتراضي؟ افتراضي للفاي صح، اذا فاي بتساوي 0.9 صح، خلصنا من هذا الافتراض. هسه الان مين بدي اروح؟ بدي اروح لفاي ام نومينال، تمام؟ فبدي اروح انا لجهه الفاي ام نومينال اروح اطلعها. الفاي ام نومينال هي عباره عن 0.9 الفاي اريا ستيل اللي طلعتها 55 قيمتها، تمام؟ في ايش؟ في الاف واي اللي هي 60000 معطيني اياها في السؤال، في دي اللي هي عباره عن 28 ناقص الاي على 2، الاي طبعا مش معي بدي اروح اطلعها كله على 12000، هاي ليش؟ عشان التحويل، اذا هاي عشان التحويل،
تمام، حكيناها اكثر من مره. طب بالنسبه لايه بيروح يطلعها من التنشن مساوي الكومبريشن. التنشن هو عباره عن اريا ستيل في اف واي، يعني 55 في 60,000 خلينا نعوض مباشره بيساوي 85% اف سي برايم اللي هي 4000 معي في الاي سمول، البي كانت 16 انش انا اخذته، فبالتالي 55 ضرب 60,000 يساوي 85% اف سي برايم في 16، وهيك بنطلع على الحاسبه بيطلع معي الايه بتساوي 6.0662 تمام. فبالتالي هاي هي الايه، روح عوضها هون هسه وخلينا نشوف فاي ام نومينال كم راح تطلع. تذكر طبعا ام التيميت معطيك اياها بالسؤال هي 600 كيلو لوت فيت، هاي بالسؤال معطى تمام. طيب فاي ام نومينال كم راح تطلع معي، فاروح اعوض على الحاسبه ونشوف قديش تطلع. طيب تطلع معي كم، بتطلع 617.93 تمام. اذا فعليا طلعت اكبر من ام التيميت تمام، اكبر منها ب 17 طبعا هاي وحده كيلو سويت تمام. فاذا ما دامها اكبر منها ما له تصميمي، اذا التصميم صحيح والقيمة اللي اخترتها اللي هي 16 في يعني الابعاد اللي عندي صحيحه، فاذا البيم اللي انا بدي اصممه كانت عندي ابعاده ايش، اخر شيء قلت انها الاتش 31، قلت انها البي 16، الكفر 3، وكان الدي اللي هو عباره عن 28، والاريا ستيل اللي اخترتها 7 نمبر 8. هاي اريا ستيل. طبعا السبع بارات مثلا ممكن ما يجنش على صف واحد، عادي بحطهم على صفين، يعني لو مثلا حطينا هنا اربع بارات ايوه او خمس بارات مثلا وحطينا فوق اثنين زي هيك عادي يعني بصير تمام، يعني مش شرط يجي على صف واحد، يعني ما قداش هذا الصف بحط فوق برد اكمل فوق عادي تمام. وهيك احنا بنكون ايش حسبنا وصممنا عفوا البيم، بحيث في هاي الحاله رو معطى. اذا بلخص لك اللي حكيناه كلياته، انه اول اشي انا فعليا شو بدي اروح اطلع دايمنشن زي دايما، فبدي اطلع دايمنشن، بس الدايمنشن هون مش بفترضهن، الدايمنشن هون من وين بدي اطلعهن، من الرو فعليا، هون الرو بتكون معطاه تمام. فبروح بطبق على القانون اللي بحكي لك ام التيميت على فاي بي دي تربيع بتساوي في هون رو كانه اف واي، انا القانون مش حافظه فاذا غلطت فيه يعني اعذروني تمام. رو اف واي كانها هي كانت على اف سي برايم، اذا هذا القانون يعني هي شكله زي هيك تقريبا تمام. اجينا طبقنا هون وطلعنا ايش بي دي تربيع شو بتساوي، بتساوي رقم. رحت ايش حكيت لك انه بعدين بدي افترض البي، هون بفترض بي، بفترض مجموعة قيم لبي تمام، وبطلع منها ايش دي، بطلع عندي قيم لدي تمام. بعد ما سويت هاي الحركة افترضت مجموعة قيم، بروح باخذ القيمة اللي بتكون دي على بي لها من 1.5 ل قديش مثلا لاثنين، هي مش مثلا يعني فعليا هي القيمة لازم تكون 1.5 2. طيب فدي على بي لازم تكون 1.5 2، هسا ممكن يعني لو كانت خارج الرينج يعني عادي احيانا، وممكن يقيدك السؤال بقيمة يعني يقول لك بس خذ بي مثلا افترض لبي انها مثلا 12 انش وخذ على 12 انش بس صمم لها 12 انش، فلا تروح انت تفترض اكثر من قيمة، يعني لو قال لك مثلا بس بدي بي مثلا 14 انش، فانت بس بتروح بي عندك مفترضها 14 انش جاهزة، بتروح بتطلع دي لها قديش وبتصمم وبتكمل تصميم تمام. بعدين يجينا حكينا ايش بالدايمنشن، طبعا هنا السؤال هذا كلياته بس طلع دايمنشن فعليا، يعني طلع دايمنشن وخلص انت عندك حل السؤال، لانه الاريا ستيل بتساوي رو في بي في دي يعني والرو عندك تمام. فطب نيجي الدي قلنا كمان بتيجي بتطلعها بعد ما اللي هي بتطلعها، بعدين ايش الدي هاي بتقربها بتحاول، او اذا ما بكيش تقربها بتقرب الاتش انت بعدين، فبالتالي يعني الدي بعد ما تطلعها بتروح بتطلع الاتش وبتساوي الاتش الدي زائد الكفر، بعدين لازم قلنا الاتش ايش تقربها لرقم صحيح، واذا قربت الاتش رقم صحيح لرقم صحيح ايوه بتروح ايش بتروح بترجع تطلع الدي تمام. هاي الاتش والدي مش لازم يكون يعني ارقام كبيره كثير، هو فعليا المفروض تقرب الاتش لرقم صحيح هو الاحسن من انك تقرب دي تمام، لانه احنا فعليا كنا نقرب اتش وبي، والدي كنا كانت احيانا تطلع معنا ونص فعادي تمام، اما الاتش لا كنت اقربها لرقم صحيح صح ولا لا. طيب بعدين اطلع دي برجع بعد ما اقرب اتش بطلع دي، وهيك بتطلع عندي الابعاد، الابعاد بخلص منها. بعد ما اطلع الابعاد وين بروح؟ بروح على الاريا ستيل اللي هو هاي الخطوه الثانيه اللي هي اريا ستيل بتساوي رو في بي في دي، واروح بعدين بطلع من الجدول، من الجدول بطلع عندي رقم البارات هاشتاج الرقم
بتاع رقم البار. طيب وبطلع اريا ستيل جديدة طبعا، هنسميه اريا ستيل نيو، فبطلع اريا ستيل الجديدة تاعيتي، واروح بعدين بعمل تشيك، بعمل تشيك على الفاي واحد على الفاي رقم اثنين، تشيك الثاني فاي نومينال انها تكون اكبر من ام التيميت. هيك بكون حليت السؤال في حالة الرو كانت معطاة. تمام. طيب ولو اجينا يعني نرجع لحلهم، بدي ارجع اورجيك حلهم. حلهم كان قلنا احنا هم حلوا على اساس هم اخذوا، ما اخذوا زينا 16 في 27.87، هم اخذوا هاي الحالة اللي هي 14 في 29.79، قال لك الكاتب يعني انا بدي اخذ هيك، هاي عجبتني. تمام. ولكن هي فعليا احنا زي ما قلنا هي كانت قيمتها يعني يوم قسمنا دي على بي كانت قريبة من الرينج، يعني كانت 2.1، يعني الرينج عندي من 1.5 لـ 2، فكانت 2.1 يعني عادي، معناته راح تزبط معنا هاي. تمام. فاجوا هم واخذوها طبعا 29.7 صارت 30 الدي، يعني هو اعتبرها اتوقع، فبالتالي هو شوف هاي الدي هي هون حط لها حطها 30، شايف قربها ايوه، وقال لك الاتش 33. هو فعليا انت بتروح لو جمعت الدي مع 3 مع 3 انش، تمام، لو روح جمعت الدي مع 3 انش، هاي ال 3 انش ايوه هي، يعني الدي 29.79 فزائد 3 زدت عليها بتطلع، يعني بتطلع قديش؟ تطلع 32.79، هاي الاتش بتطلع معك لو جمعتهم، فانت بدك تقرب هالاتش اكيد ل 33 والدي راح تطلع عندك 30. تمام. فهي هيك الحركه اللي بدك تعملها. طيب بعدين طلعت الدي، طلعت الاتش، طلعت عندك البي كمان انت مطلعها اللي هي 14 انش ايوه. طبعا هاي شو هاي الاثنين ونص، هاي الاثنين ونص المحطوطه هون، هاي الاثنين ونص وهاي الاثنين ونص، هذول شو هاي القيم؟ السعر 2.5 وهاي 2.5 هن عبارة عن المسافة من سنتر بار هاد، أو خلينا نحطها هيك، من سنتر بار هاد لوين؟ لعند الحفاية، مسافة من سنتر بار هاد لعند الحفاية، يعني هاي المسافات مش شرط تحددها أنت فعليا. تمام؟ أيوة. بس إنه أنت فعليا كمان هذا البار اللي هون يعني بقول لك لازم يكون فيه له كفر على الجنب، هذا بنسميه كفر، ولكن هذا الكفر 2.5 قيمته. طبعا هم مفترضون، طبعا احنا ما بيهمنا اللي جوا هذا كامل، احنا اللي بيهمنا طلع لي عدد بارات وطلع لي ايش؟ رقم البار. تمام؟ ايوه. فهم بناء على كلامهم طلعت معهم، طبعا كملوا يوم طلعوا البي والدي راحوا طلعوا اريستيل، قال لك انها رو في بي في دي، الرو بوينت 12، البي 14، عندهم الدي 30. تمام؟ طيب فطلعت معهم 5.04، قال لك بدي اخذ اريستيل 5.007 واخذ 4 نمبر 10، 5.06 واخذ 4 نمبر 10، فهم اخذوا 4 سياخ، بينما احنا كم سيخ اخذنا؟ اخذنا 7 سياخ، 7 نمبر 8 احنا فعليا طلع معنا. تمام؟ ايوه. طبعا 7 نمبر 8 4 نمبر 10 ايال احسن، هون بكون حسب ايش؟ حسب البيم، يعني اذا بدك تعمل صف واحد 4 نمبر 10 هو الاحسن فعليا اذا بدك تعمل صف واحد، بس 7 نمبر 8 ممكن تحتاج صفين، يعني تصف تعمل حديقه صفين ايوه، فبالتالي انت هون يعني مجبور تعمل على صفين، فحسب انت يعني شو بدك بالتصميم فعليا ايوه. وغير هيك 4 نمبر 10 كتكلفه اقل، تمام، كتكلفة أقل فعليا، أنت يوم تقلل عدد سياخ الحديد معناته أنت بتقلل تكلفة عليك فعليا، 4 نمبر 10 بيجي هنا أحسن أيوه، في حالة أنه كل ما قل عدد سياخ الحديد قلت التكلفة عليك، صح ولا لا؟ طيب فهم طلعت معهم بهذا الشكل، ولكن هل التصميم الماضي غلط؟ يعني احنا صممناه قلنا 7 نمبر 8، لا مش غلط، وفعليا هناك بنقدر ناخذ كمان 4، مش بنقدر ناخذ 4 نمبر 10، هناك ممكن نقدر ناخذ 5 نمبر 10 مش 4 نمبر 10. تمام أيوه. فعادي، المهم انه نيجي احنا نكمل، طلعوا هم اريا ستيل، يعني خلينا احنا نكمل على حلهم، هم طلعوها 4 نمبر 10 زبطت معاهم ايوه، واريا ستيل هاي اللي اخذوها، والبي طلعت معهم 4، البي 14 اخذوها والدي 30. تمام. لاحظ انه طبعا هم البي 14، احنا البي عندنا كانت 16، يعني البيم عندنا اوسع من عندهم. طيب اجى قال لك هسه عشان اشيك بدي الرو اجيبها، الرو الجديده عندي اريا ستيل على بي، الاريا ستيل كانت 5.06 على 14 في 30، طلعت معهم شايف 0.1205، يعني قيمه الرو اللي عندهم كمان قريبه على الرو هاي. تمام. واحنا كانت قريبه بس يعني هم اقرب منه حتى لسه. طيب فقال لك هاي الرو اكبر من رو مينيمم واقل من رو ماكسيمم زي ما طلعت معانا، فبالتالي انت شو معناته حكيك؟ انه هون الفاي بتساوي 0.9. فقال لك بعدين فاي ام نومينال، راح طلع فاي ام نومينال زي ما بتطلع اي شيء بدك اياه، فانت عندك فاي 0.9 والام نومينال اللي هي اريا ستيل في اف واي، راح طبق عليها في دي ناقص في دي اللي هي في دي ناقص الاي على 2، طبق وطلعها وطلع اخر شيء طلعت معها 610.3. اذا بتلاحظ كمان هون ايش عمل هو؟ هو راح عمل انه قال لك الفاي ام نومينال بتساوي 645.85 في فاي في بي دي تربيع، يعني هاي من وين جابها؟ اتوقع جابها من هون، انه قال لك الام التيميت
ايوه مش الام التيمت على يعني هو فعليا احنا شو بنفترض؟ بنفترض انه فاي ام نومينال اللي عندنا انها ايش؟ بتساوي ام التيمت. ايوه بتساوي يعني هذا الرقم، هذا الرقم هذا شايفه 645.85 هو هذا الرقم فعليا. ايوه بس هذا الرقم لا تنسى انه بدي احط فيه رو جديده، ففعليا هاي طريقه ما بنصحك فيها انا فعليا، ولكن هاي طريقه شو قصتها؟ انه انت راح رجع عوض هاي الرو، يعني هاي طريقه طويله، راح رجع عوض الرو قال هون وضربها فاي بي دي تربيع وفرض انه ام التيمت بتساوي فاي ام نومينال، طلعت معها 610.3. طريقتنا اسهل، روح طلع الاي سمول تنشو تساوي كومبريشن وخلص وحل وريح حالك، يعني هاي فيش داعي تتبعها تمام؟ ايوه بتطلع معك 610.3 او حواليها تمام؟ فبالتالي 610 رح تطلع اكبر من 600 فيت دوت كيب، وزي ما حكيت لا تتبع هاي الطريقه، اتبع طريقتنا اللي هي فاي ام نومينال زي ما طلعناها كنا بشابتر 3 تمام؟ هيك اريح لك. وطلعت معاهم هم 610 اكبر، احنا طلعت مع 617 طبعا. ايوه فاحنا وياهم يعني تصميمنا صحيح تمام؟ التصميمين صحيحات وبس هيك، هذا هو كان حل المثال، يعني سهل هو جدا جدا، ولكن بدك يعني تفهمه تمام. بدك تعرف انه في حالة الرو انا بس بدي اروح اطلع الدايمنشن عن طريق القانون هذا، نستخدم هذا القانون، هذا القانون، خليني بس نمسح هاي الرسمة، بدي استخدم فعليا هذا القانون تمام. فهذا القانون هو اللي بدي استخدمه في حالة الرو ماشي. طيب نيجي نكمل، في عندي سؤال ثاني كمان على هاي الحالة، خلينا ندرسه بشكل سريع. طيب السؤال بيحكي لك كمان، يعني هو تقريبا نفس السؤال السابق. rectangular beam is to be sized with fy 60,000 fc برايم 3,000. اذا هو بده حجم rectangular beam، او خلينا نقول شكل rectangular beam، نطلع الابعاد تاعته. طيب قال لك and row approximately equal to الرو، هيها كم قيمه الرو؟ 0.18 FC برايم على FY. إذا هو هنا رو ما أعطاها صريحة، بس لكن قال لك تقدر تطلعها هي بتساوي قديش؟ 0.18 FC برايم على FY تمام؟ فهاي يعني هاي الرو اللي بدك تعوضها بالقانون تمام؟ It is طبعا FC برايم FY معك. It is to have ولك 25 feet simple span، إذا L 25 feet simple span and to support a dead load in addition to its own weight. لاحظ شو حكى لك، قال لك الديد لود هذا ايش؟ مضاف له وزن البيم. اذا وزن البيم محطوط جوا الديد لود، يعني ما في داعي تروح تطلع وزن البيم تمام. فبالتالي هنا الديد لود معطيك اياه جاهز، فالديد لود هنا بقول له انه هو عباره عن 2 كيب لكل فيت. ايوه واللايف لود معطيك اياه انه بيساوي 3 كيب لكل فيت. ايوه في هاي الحاله طبعا مش معطيك ام التيمت، فام التيمت انت لازم تروح تطلعها. كيف بدك تطلعها؟ دبليو ال تربيع على 8 بدك تقول لجيك ومعطيك ال تمام. ايوه والدبليو بدك تطلعها 1.2 في الديد لود، 1.6 في اللايف لود، يعني سهله ماشي. هي هم اول خطوه طبعا راحوا طلعوا، طبعا هنا قال لك وزن البيم الاصلي هو 400 ايوه، ولكن هو ضايفه فعليا 400، يعني هو جايب وزن البيم الاصلي ولكن هو ضايفه للاثنين. معناته هاي المفروض هنا انه مش ان اديشن تو اتس اون ويت تمام، يعني هي فعليا مش عارف في خربطه بالفاظ السؤال، فبالتالي انه هو لازم يقول لك انه not including own weight تمام. فاحنا ما نعتبره not including، ولكن لو كان in addition، ويفضل تسألوا عنها الدكتور، لو كان يعني انه ال own weight فعليا موجود جوا ال dead load ما في داعي اروح احسب وزن البيم، ولكن هنا وزن البيم قال لك لازم احسبه. ايوه بس على فكرة هنا وزن البيم انت ما بتقدر يعني هنا تحسبه، ليش ما بتقدر تحسبه؟ فعليا لاجل هيك هو اعطاك in addition to its own weight. ليش ما بتقدر تحسبه؟ لان وزن البيم شو كان قانونه؟ كان قانون وزن البيم اللي هو بي 150 الكثافة ضرب بي اتش على 144. طب هنا البي والاتش اصلا مش عندك، بي والاتش انت مش عندك اصلا، فكيف بدك تروح تحسب يعني وزن البيم تمام؟ فبالتالي هي فعليا المفروض ما نضيفها، المفروض ما نضيفها تمام. ايوه الا اذا هو قال لك اياها، والله اعطاك وزن البيم بالسؤال بدون يعني ما انت تروح تطلع، ولا كيف هو طلع ال 400؟ يعني ما في طريقه اصلا طلع ال 400 الا تكون عندك بي واتش او يعطيك اياها تمام. طيب فنيجي احنا نكمل حل السؤال، نكمل حل سؤالنا على هذا الشكل تمام. طيب فاذا شو اللي راح نعمله هسه؟ اللي راح نعمله معطيني رو قايل انها ايش؟ 0.18 اف سي برايم على اف واي. اذا الرو معطاه فبروح بطبق، بدي اطلع البي ودي تربيع عن طريق الحاله الثانيه انها ام التيمت، بروح بطبق القانون اللي طبقناه بالمثال السابق، بتساوي رو اف واي ايوه في 1 ناقص 1 على 1 و7 رو اف واي على اف سي برايم تمام.
طيب الام التيميت بكل بساطه، الام التيميت لازم اروح اجيبها قبل ما اطبق هذا القانون. كيف بدي اجيبها؟ ام التيميت بتساوي دبليو ال تربيع على 8. الدبليو زي ما كنا هي 1.2 في الديد لود اللي كانت قيمته 2، سوى 1.6 في اللايف لود 3، هاي هيك في ال اللي هي 22 ولا 25 اتوقع معطاة 25 تربيع على 8. فلو رحنا عوضناها على الآلة الحاسبة راح تطلع معي، خليني بس اعوضها، بتطلع على 8 بتطلع 562.5، فام التيميت بتطلع 562.5 تمام بالكيب دوت فيت ماشي. طيب طبعا هم كم طلعت معهم ام التيميت؟ 600 من وين اجت لهم؟ هم واخذوا 400، فاحنا فعليا مش لازم ناخذ 400 لان 400 احنا ما بنعرف كيف جابها تمام. ايوه فعليا الا اذا هو حكاها بالسؤال قال لك والله وزن البيم 400 يعني حطه ضيفه على الديد لود ماشي، ولكن احنا ما بنعرف من وين جابها يعني ما عندك لا بي ولا اتش كيف جاب ال 400. طيب فخلينا احنا على هاي الطريقه 562.5 هذا هو الام التيميت. بروح طبعا انا عندي ام التيميت الفايب افرضها 0.9، الرو كمان بقيمتها هي هون تمام، والاف واي معي، الاف واي هون معي، اف سي برايم معي، هون الرو. طبعا الرو يفضل انك تعوض القانون زي ما هو احسن لك وتختصر عشان ايش تطلع القيمه دقيقه معك تمام. فيعني هيك يصير القانون. فام التيميت خلينا نعوض هون 562.5، لا تنسى تضربها بكم؟ 12000 تمام. يعني اذا نسيت تضربها 12000 كل حلها غلط. طيب 5.9 لنفترضها البي دي تربيع شو بتساوي؟ بتساوي رو، الرو قلنا 8.18 في اف سي برايم على اف واي. لاحظ هنا في عندي اف واي في بالمقام اف واي راح تختصر مع بعض، فبخليها اف سي برايم لحالها، 1 ناقص 1.17 الرو اللي عباره عن اف سي برايم على اف واي، وهي اف واي على اف سي برايم، يعني هذول راح تختصر انا مع هذول، فشو بصفي؟ يعني هيك، يعني هيك خلينا نحطها هون 0.18 اف سي برايم على اف واي، وهون عندي ضرب اف واي على اف سي برايم، فهذول بختصر مع هذول تمام. فخلينا نمسحها يعني ونرجع نكتبها، انها يعني بتضلها 0.18 بكون الناتج لها تمام. 5.18 راح يكون ناتجها. هيك انت بسطت القانون على فكره. طيب هاي البي دي تربيع كم تطلع؟ البي دي تربيع بعد ما نعوض على الحاسبه، انا بروح اعوض على الحاسبه مباشره. ايوه واكيد انت بتعرف تعوض على الحاسبه. طيب فنشوف قديش تطلع. طبعا انا قاعد بعوض لانه حلنا اختلف عن حل الكتاب. ضرب الاف سي برايم معطينا اياها في السؤال اللي هي 4000 قيمتها 3000، فهنا انتبه 3000 مش 4000، فهي 3000 قيمه الاف سي برايم هون. طيب في 1 ناقص 1 في 1 ناقص 1 على 1.7 كل هذا يطلع عندي 15,533.62 تقريبا. هم كم طلعت معهم البي دي تربية؟ قديش بتساوي طلعت معهم؟ طلعت معهم 16577، طلعت احنا معنا 15533، ففي فرق 1000 يعني، في فعليا هي بتفرق، اللي هي يعني هاي ال 400 باوند اللي هي 0.4 كيلو دوت فيت فرقت كثير معنا بالحل تمام. طيب فاحنا خلينا نكمل حل هون، نضيف بيج هون. طيب فنيجي هون، قلنا البي دي تربيع 15533، فاحنا نحل على هاي على حلنا تمام. البي دي تربيع بتساوي 15533.626 زي ما حكينا، خذ الارقام اللي بدك اياها. نيجي احنا ناخذ القيم البي والدي اللي اخذهن هون، ما بدي اطلع عنهن، هو اخذ 16 18 20 في هذا السؤال مثلا. انت بتقدر تاخذ طبعا 12 14 16 ولكن بدك تجرب تقعد. طيب فهون 16 18 مثلا 20 ناخذ هاي البي، هاي قيم البي. بدي اروح اطلع ايش قيم الدي انا تمام. قيم الدي كيف بدي اعوض؟ بدي اروح اعوض 16 البي دي تربيع بتساوي 15533.626، لازم اقسم على 16 اقسم على 16 واخذ جذر جذر تمام. فبالتالي كم تطلع هاي فعليا؟ بتطلع على 16 تطلع الدي 31.16 هاي اول قيمه للدي. طيب القيمة الثانية بدك تعوض 18، عوض 18 راح يطلع معك 29.38. طيب لو عوضنا 20 كمان، احنا قلنا طبعا البي خذها ارقام زوجية دايما،
تطلع هاي 27.87. طيب احنا قلنا كيف بنصمم، بروح بشوف دي على بي ولازم تكون من 1.5 لـ 2، تمام؟ ايوه، لانه اصلا قديش طول البيم؟ هو اعطاني ترى 25 فيت، فما دام من 20 ل 25 قلنا لازم النسبه ايش تكون؟ 1.5 لـ 2، تمام؟ طيب فنيجي دي على بي الاولى، دي على بي اول قيمه، قديش دي على بي اول قيمه؟ اللي هي 31.16 على 16، 31.16 على 16 تطلع معي 1.9 تساوي 1.947، بزبط اخذها هاي، هي من 1.5 لـ 2، بزبط اخذها، فبالتالي بقدر اخذ هاي القيمه عادي. طيب لو نشوف اللي تحتيها مثلا، خلينا نشوف اللي تحتيها كمان، اللي تحتيها بتزبط، بدي اجرب هنا ناكلهم. طيب اللي تحتيها بقول لك 29.38 على 18، فنشوف 29.38 على 18 بيطلع عندي 1.63، فعليا هاي كمان بتزبط، تمام؟ ايوه، وهاي بتزبط عادي، يعني لو قيمتين بزبط، انت مخير تقدر تاخذ اللي بدك اياه من هنا عادي. طيب نشوف مثلا في عندك 20 تاعت ال 20 اخر وحده، مثلا دي على بي لاخر وحده اللي هي 27.87 على 20، 27.87 على 20 طلعت كمان 1.4، هاي ما بتزبط، ما بقدر اخذ، انا مش من 1.5، فانا فعليا في عندي قيمتين بقدر اخذهم. شو بدك تاخذ؟ خذ اللي بدك اياها، يا 16.31.16 يا 18.29.38، خليني اخذ هاي، ناخذ القيمه الاولى، تمام؟ طيب فاذا بدنا ناخذ احنا هاي، اذا انا البي عندي بتساوي 16 والدي بتساوي 31.16، زي ما قلنا لازم يعطيك الكفر، بس بدنا نشوف الكفر هون قديش هو حاطه بالسؤال. المفروض مبين الكفر بالسؤال، مبينه لازم 2.5 اتوقع الكفر هون ماخذوها 2.5. طيب فالكفر هون فعليا 2.5 المفروض، المفروض يعطيك اياه، تمام؟ هو 2.5 انش، فانت بدك تروح تزيد الدي ل 2.5. طبعا لو زدت الدي ل 2.5 بدك تقول 31.16 زائد 2.5، طبعا تقدر تاخذه 3 عادي، ولكن هون نفترض انه البيم والله موجود فوق، فبالتالي انت بدك تاخذ 2.5. طيب قديش تطلع معك دي زائد الكفر؟ دي زائد الكفر تطلع معك يوم تحسب على الحاسبه 33.66، يعني دي زائد الكفر تطلع عندك 33.66، يعني خذها ايش الاش بدك تاخذها هنا 34، بالتالي اتش عندي 34 بصمم عليها، البي بتساوي 16 اللي بدي اصمم عليها، الدي كم راح تطلع؟ كم قربت هاي بدك تقول 34 ناقص 2.5، ف 34 ناقص الكفر قديش راح تطلع عندك؟ ناقص 2.5 تطلع 31.5، تمام؟ فالدي بدك تاخذها 31.5 والكفر عندك 2.5، فيعني ابعاد البيم شكل البيم بهذا الشكل بيكون عندك هاي 16، الاتش 34، الكفر 2.5، وايضا اللي فوق هاي الدي 31.5. هون عندك طبعا ستيل، ما بعرف شو هو لساته، بعرف الرويل، الرويل كم هذا الستيل، الرويل مقدارها طبعا هو المفروض انا اجيبها اللي هي عباره عن 0.18 اف سي برايم على اف واي، كانت هيك القانون اتوقع اعطاني اياها طبعا هذا بالسؤال، 0.18 اف سي برايم على اف واي، فهاي الرو تاعيتي. من الرو هاي ايش بدي اروح اجيب؟ اريا ستيل. هسه اذا انا خلص طلعت الدايمنشن اللي هي اول خطوه، فبالتالي هسه بدي اجيب ايش؟ الاريا ستيل. الاريا ستيل شو بتساوي؟ رو في بي في دي، الرو اللي هي 0.18 اف سي برايم، طبعا لاحظ انا بعوض قانون الرو مشان تطلع معي القيمه دقيقه، تمام؟ اف سي برايم اللي هي عندي 3000 اعطاني اياها مش 4000، انتبه للقيم طبعا، ايوه، واف واي 60000، البي 16 والدي 31.5، فكم وانا بتطلع اريا ستيل؟ خلينا نروح نحسبها على السريع، ضرب 3000 على 60000 ضرب 16 ضرب 31.5 تطلع عندي 4.536، هاي قيمة اريا ستيل. ولازم هسا اروح ارجع للجدول، طبعا الجدول بعيد هسا يعني نرجع له، بس شو بدنا نعمل؟ طيب طلعت معي 4.536، خليني ارجع للجدول بسرعة، تمام؟ فاحنا زي هيك بنكون فعليا صممناه، يعني خلص خلصنا، بس احنا بنطلع عدد البارات هسه، هينا وصلنا للجدول تقريبا، ايوه تمام. فاحنا بنطلع هسه عدد البارات، خلينا نمسح هذول، فنشوف هسه احنا طلعت القيمه كانت معنا اريا ستيل، كانت معنا بالسؤال اللي هي 4.536، هاي القيمة اللي طلعت معنا. طيب
احنا شو بدنا ناخذ؟ يا قد هي اكبر منها، فخلينا ندور والله هون ندور مثلا عند نمبر 9، عند نمبر 9 بتقدر تاخذ الخمسه، بس الخمسه يعني بعيد عنها في نص تقريبا، فلا ما بديش الخمسه، اجي عند 8 مثلا او 10 او 11، شوف 10 مثلا، 10 في عندك 5.06 كمان بعيده، ايوه 8 مثلا في عندك 4.71 هاي ست بارات، في عندك 11 مثلا 4.68 بقدر اخذ هاي كمان، هاي احسن وحده، هاي اقرب وحده. خلينا ناخذ ثلاث نمبر 11، اذا ناخذ ثلاث نمبر 11 مثلا دفتر التصميم وثلاث نمبر 11، فبالتالي انا هون اريا ستيل بدي اخذها كم؟ 4.68، فاذا 4.68 ثلاث نمبر 11، تمام؟ 4.68 ثلاث نمبر 11 هذا اللي بدنا ناخذه، فننزل تحت نحط ثلاث نمبر 11 و4.68 ونروح نشيك هسه وين السؤال صار؟ واخر شيء هو هذا السؤال، تمام؟ فهذا هو سؤالي. إذن اريا ستيل زي ما قلنا هون هي بتتحول ل 4.68 بتصير اللي بدي استخدمها وثلاثة نمبر 11 هذا اللي رحنا طلعناه زائد الأبعاد هاي. إذن أنا هون هالتصميم للبيم التشيك، تعال شيك، أيوة كم طلعنا أم ألتيميت بالبداية؟ طلعناها 562.5 هيك أتوقع 562.5 هي طيب فخلينا نروح نشيك هسه، نروح نشوف الفاي هل بتساوي 0.9؟ احنا مش اشترطناها 0.9 بتساوي، بدي اروح اجيب مين؟ الرو هي اللي بتحدد اللي احنا حكينا، الرو عشان اجيبها ايوه ايش بقول انها اريا ستيل على بي في دي، دائما بالتشيك الرو هي اريا ستيل على بي في دي، اي اريا ستيل هاي 4.68 ف 4.68 على البي في الدي البي 16 والدي 31.5 16 و31.5 تمام؟ فإذا خلينا نحطها 4.68 على 16 في 31.5 بتطلع عندي 0.009 بتطلع الرو بتطلع يعني قيمة كبيرة جدا فعليا 4.68 على 16 في 31.5 بتطلع 0.009 لا مش قيمة كبيرة جدا يعني 0.0928 بس أنا غلطت بقراءتها طيب 286 كمان يلا هاي الرو طيب الرو ماكس قديش عندي هون لازم ارجع للجدول طبعا ايوه بس يعني هون الجدول ايش لازم ارجع له لانه انا عندي 3000 وعندي 60000 هاي غيروا لي اياه تمام فبدي اروح ارجع للجدول هم قديش يعني حطوها الرو ماكس شوف تحت هم حاطينها تحت بجوز ايوه هون كم رو ماكس تاعتهم حاطين رو ماكس ولا مش حاطين لا هم رايحين مطلعين فاي امنو من المباشره قال لك فاي امنو من المباشرة رايحين مطلعين طيب فاحنا المفروض نطلع رو ماكس ورو مينيمم بس يعني فعليا هي رو ماكس راح تطلع عن تقريبا راح تطلع اكبر من هيك راح تطلع بوينت واحد اشي بوينت او واحد اشي يعني بجوز بعديها سبعة او اشي مش عارف يعني خلينا نفترضها بوينت او واحد بس بوينت او واحد فعليا اكبر من بوينت او تسعة طيب رو مينيمم راح تكون بوينت او 33 هاي لو رجعتوا للجدول بتقدروا تطلعوهن طيب فهاي يعني الرو ماكس طلعت يعني الرو جاي بين الرو ماكس والرو مينيمم فعليا راح تطلع هون الرو بين رو ماكس ورو مينيمم قلت لكم باغلب الحالات بتكون يعني تشيك على الفاي يعني عادي هو قلت واحد ففاي راح تكون 0.9 ولكن انت شيك للاحتياط وبجوز عليه علامات بالامتحان ما بتعرف طب فاي بتساوي 0.9 طيب هيك احنا بنكون خلصنا تشيكنا على الفاي طب نيجي هسه الفاي من وين نروح نحسبها ايوه فاي اللي هي 0.9 اريا ستيل اللي هي 4.68 في اف واي 60000 ايوه في دي ناقص الاي على 2 الدي اللي هي 31.5 ناقص الاي على 2 الاي على 2 بدي اروح اجيبها كله على 12000 لا تنسى تقسم 12000 عشان تطلعه بالكيلو دوت فيت طيب الاي من التنشن يساوي الكومبريشن خلص يعني الاي بتقدر تقول انها التنشن على الاشياء الثانيه اللي هي اريا ستيل اف واي يعني انا عوضت القانون مباشره تمام 85% اف سي برايم في بي طيب قديش هاي بتطلع الاريا ستيل 4.68 هاي 60000 على ال 85% اف سي برايم اللي هي 3000 هون عفوا 3000 والبي اللي هي كانت قيمتها قديش لو رجعناها 16 كنا اخذناها 16 طيب فاذا هون 16 احنا تقريبا هيك بنكون خلصنا بس خلينا نحسب هاي القيم 0.58 ضرب 3000 ضرب 16 فبتطلع عندي 6.88 2 طيب روح هاي عوضها بالقانون واقسم 12000 شوف فاي من وين قديش تطلع معك تطلع عندي اروح اعوضها
بتطلع بعد التعويض اقسم على 12,000 نشوف قديش تطلع 590.9 يعني تقريبا 591 كيلو دوت فيت. هل هي اكبر من ام التيميت؟ هي اكبر من ام التيميت. مش ام التيميت كانت 562.5، فمين اكبر؟ كان فاي ام نومينال اكبر من ام التيميت. اذا مال التصميم 100% صح تصميمنا، شايفين تصميم صحيح 100%. وهيك احنا بنكون يعني حلينا سؤالين عن نفس الفكره. السؤال الاول كان معطيني ام التيميت جاهزه، هو الفرق. السؤال الاول كان معطيني ام التيميت جاهزه، السؤال هذا ما كانش معطيني ام التيميت جاهزه، تمام؟ فانا كنت لازم اجهزها فعليا عن طريق انه 1.2 في الديد لود زائد 1.6 في اللايف لود. لاحظ لي بس هنا انه هو فعليا المفروض هاي غلط، مش عارف، اسالوا عنها الدكتور كمان تاكدوا. ولكن اهم شيء انه هنا الديد لود معطيني اياه مضاف له البيم ويت، ما دام مضاف له البيم ويت فخلص انا باخذها زي ما هي 2 بدون ما اضيف وزن البيم، تمام؟ وبس هيك. وهون الرو طبعا يعني الفرق بين هذا السؤال والسؤال قبليه كان بس انه معطيني هون ديد لود ولايف لود، ومعطيني رو مش قيمه، معطيني اياها قانون 0.18 في سي برايم على اف واي. فانا رحت ايش؟ ما يعني ما رحت انا والله طلعت قيمه الرو رحت عوضت، لا، فعليا صرت اعوض بالقانون، ادق الي بالحسابات واحسن، تمام؟ وبس هيك. والله يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم. طبعا هم لو بدك تمشي على حلهم عادي بصير تمشي، أيوة، ولكن الحل الأصح أتوقع حلنا إن إحنا أخذنا الأون ويت ضمن الديد لود لأنه هذا مذكور بالسؤال، تمام؟ وبالنسبة للكفر هو مش ذاكره بالسؤال. الكفر طبعا حطه هون 2.5، بس خلينا نكتبها. الكفر هون بهذا السؤال 2.5، تمام؟ اعتبره 2.5 إنش. وهيك بنكون خلصنا تصميم البيم بشكل كامل، شملنا كل الافكار. اهم شيء هو البارت الماضي اللي شرحنا فيه كيف تصمم البيم، كيف تفرض ابعاد، بعدين تطلع اريا ستيل عن طريق طلع ام التيميت، بعدين تطلع رو، بعدين تطلع من رو اريا ستيل، هي اريا ستيل بتساوي رو في البي في دي، بعدين تشيك على الفاي لازم تكون رو بين رو ماكس ورو مينيمم، وتروح تطلع فاي نومينال لازم تكون فاي نومينال اكبر وتساوي ام التيميت. هذا اهم بارت اللي هو البارت الماضي. البارت هذا كان مجرد افكار انه ممكن يعطيك رو او لا. طبعا هو فعليا بالديزاين الحقيقي مستحيل يعطيك رو، يعني انت بدك تيجي تصمم فانت بدك تروح تطلع الرو، يعني مش انت راح تروح اللي مش انت مش يعني هو راح يجي يعطيك رو، يعني كيف ده بده يعطيك رو؟ مستحيل. فبالتالي بالتصميم الحقيقي انت على ارض الواقع راح تروح تطلع الرو، فبالتالي التصميم الحقيقي هو فعليا اول مثال احنا اخذناه في هذا الشابتر كيف تصمم، ولكن هاي امثله مجرد افكار زياده، تمام؟ وبس هيك بنكون احنا خلصنا الديزاين للريكتانجولر بيم، وان شاء الله في البارت الجاي رح نشرح الديزاين للسلاب، وديزاين للسلاب شبيه بالديزاين للريكتانجولر بيم كثير، فبالتالي فهم ديزاين للريكتانجولر بيم مش رح يواجه اي صعوبه ولا في اي مشاكل، يعني خلص بالديزاين للسلاب اكيد رح تكون سهل كثير السلاب، السلاب واسهل من ديزاين للريكتانجولر بيم. وبس هيك بنكون وصلنا لنهايه مقطعنا، اتمنى يكون عجبكم المقطع وتكونوا فهمتوا واستفدتوا، واذا عجبكم حطوا لنا لايك واشتركوا في القناه، وشكرا لكم كثير كثير.